عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى استعراض لبعض مختارات الصحف لهذا اليوم. والبداية من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالاً تحت عنوان تبجح الرئيس أوباما حول سوريا، قالت فيه: كان من المذهل سماع الرئيس أوباما وهو يشير في مقدمة حديثه خلال مؤتمر صحفي حول نهاية العام الأسبوع الماضي إلى أن سوريا كانت إحدى نجاحاته في السياسة الخارجية. للأسف الفريق الإعلامي للبيت الأبيض لم يصطدم بهذا التبجح كما صدمنا نحن، ولم يكن هناك مجال لطرح الأسئلة بعد الخطاب. وإليكم هنا الأسئلة التي كان يمكن أن نطرحها. سيدي الرئيس، سوريا في طريقها لتسليم السلاح الكيماوي كما قلت، وفي نفس الوقت مر أكثر من عامين منذ أن توقعت وطالبت برحيل دكتاتور سوريا بشار الأسد، ولكنه عزز من موقعه الآن وهو مستمر في ارتكاب جرائم الحرب. قواته تحاصر عشرات الآلاف من السوريين وهو يجوعهم حتى الموت وفقا لوزير خارجيتك. طائراته المروحية تلقي بالبراميل المتفجرة على الشقق السكنية في حلب، وهذه البراميل عبارة عن قنابل معبأة بالبراغي والقطع المعدنية الحادة وقطع سيارات قديمة وشفرات حادة ومتفجرات، وذلك كما ذكر أحد الناشطين لصحيفة وول ستريت جورنال. أكثر من 9 ملايين سوري، أكثر من ثلث عدد السكان الأصلي، أجبروا على الخروج من بيوتهم. هل يتوافق هذا السجل مع قولك بأننا نعمل أيضاً على الحفاظ على مصالحنا الخاصة حول العالم؟ قبل أن نحصل على الإجابة، استمعنا يوم الأحد إلى مستشارة السيد أوباما للأمن القومي سوزان رايس على برنامج 60 دقيقة على شاشة السي بي إس، حيث قالت: عندما سئلت لماذا لا تتحرك الولايات المتحدة الآن؟ أجابت بجواب نرى أنه مفاجئ، حيث قالت: الأمر ليس بسيطاً، المجتمع الدولي غير متحد وليس هناك اتفاق على التدخل، كما أنه ليس هناك أساس في القانون الدولي للتدخل. فيما يتعلق بجملة الأمر ليس بسيطا، جميعنا نتفق على ذلك. طالما استمر النزاع فإن مزيدا من الإسلاميين المتطرفين سوف يتصدرون الصراع، وهو الأمر الذي يعكر صفو سؤال من على الولايات المتحدة أن تدعم. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد كتب سمير عطلة مقالا تحت عنوان أصدقاء سوريا وصداقات أمريكا، قال فيه: أنا مع إدخال إيران الحوار حول سوريا ومع وجود الروس في المفاوضات خصوصا خارج جنيف، لأن جنيف نتيجة لا مقدمة. وأنا على الوقوف على خاطر الصين، لأن 1.2 مليار إنسان استذوقوا حكاية الوقوف على خواطرهم ولا ضرورة لأن نعكرها. السياسة حقائق لا أمنيات وترسم دائما على الأرض ولو من الجو بالميج والبراميل المتفجرة. أنا مع دخول إيران إلى المجتمع الدولي وأن تصير عضوا عاملا، تقبل قراراته وتلتزم مواثيقه وتقرأ معه أمثولات التاريخ. ومع أن يفهم فلاديمير بوتين أن استعادة روسيا حجمها الدولي لا يعني أن تفقد ضميرها وقلبها وتعود إلى ستالين. فقد يدرك مثلاً فقط مثلاً أنه أرسل إلى سوريا أساطلة وأرسل إليها 75 شاحنة تحمل الكيماويات إلى مكان إتلافها، لكنه لم يرسل خيمة واحدة أو كيس طحين أو مستوعب أدوية. لماذا؟ لأن هذا للأسف ليس من عادات الروس. أنا مع انضمام إيران إلى جنيف، لعلنا نسمع مندوبها يستنكر قصف السوريين بالبراميل المحشوة أنواعاً متطورة من المتفجرات، ولعل مندوبها يعرض ما هي حصتها في إغاثة هذا الكم غير المسبوق من اللاجئين في التاريخ. إنها فرصة لكي نعرف من روسيا والصين وإيران. إن كانت محاربة التكفيريين هي تدمير سوريا وتفريغها من أهلها وتوزيعها على مخيمات وملاجئ وعراء وحشي. لقد خدع الجميع الشعب السوري وحولوه إلى طوابير في الخيام، حرضه الأمريكيون والأصدقاء ثم انصرفوا عنه، وبينما كانوا يخدمونه كان المتطرفون يتسللون. هؤلاء مسؤولية أصدقاء سوريا وأعدائها بالتساوي. ولعل العالم يحصل في جنيف على اتفاق مبادئ من روسيا وإيران
توقعان مثلاً بدلاً يحظر استخدام البراميل والميغ في قصف النساء والأطفال وتهجير القرى والمدن. أما عن أمريكا فلننسى أمريكا الآن، فهي مشكلة كبرى. إلى أين تشحن كميات الأعتدة والأسلحة الموجودة في أفغانستان؟ هناك الكثير منه مما تكلف إعادته إلى البلاد كثيراً، لذلك يوضب في مستوعبات ويوزع على الدول الصديقة. إذا كنت دولة صديقة توقع هديتك، وتذكر دائماً أن أمريكا لا تنسى أصدقائها. مشاهدينا الكرام، كتب زهير سالم مقالاً في موقع مركز الشرق العربي للدراسات تحت عنوان وماذا لو انتصر مجرم الحرب على شعبه؟ قال فيه يتساءل بعض المحللين أو الدارسين وماذا لو انتصر مجرم الحرب النازي بشار الأسد؟ ومع أنه يستحيل على مجرم الحرب في سوريا أن ينتصر، ولن تستطيع كل قوى الشر المتحالفة والمتواطئة معه حول العالم أن تمنح مجرم الحرب القاتل المبير أي قدرة على الانتصار. ويتهرب آخرون من الجواب، لأن متضمنات الجواب ستكون من النوع الذي تقول عنه وكالات الأنباء وتعتذر الوكالة أو القناة عن بث صور الخبر الرهيبة لقسوتها أو لبشاعتها أو لعدم قدرة المشاهدين على احتمالها. ويوما بعد يوم يكتشف السوريون حقيقة مواقف الكثير من الدول التي راهن سياسيوهم عليها وتعلقوا بها ونفذوا برامجها وحرصوا على رضاها وداروا توابع في مداراتها، كانت تقتلهم وتفتل بهم لتعود بهم بعد عمليات تيئيس وتدويخ وإنهاك إلى بيت الطاعة في ظل جريمة الحرب ومجرمها على نحو أشد عنة وأقسى مما كان عليه الأمر قبل الثورة. السجال الأسدي الذي كان مدعوماً من السفير السوفيتي في المرة السابقة لن يكتفي بسحق الناس، إنما سيتعدى ذلك وهو مدعوم بقوة من السفراء الأمريكيين السابقين واللاحقين إلى الفعل الذي يلي. ولو انتصر مجرم الحرب فإن بستار عسكري الأسد الذي كان يدوس وجوه المسلمين في البيضاء سيدوس من أبناء سوريا في الشمال والجنوب وبقوة البراءة الأمريكية المعتمدة في جنيف وجوه كل المسلمين والمسلمات. ولو حصل أن انتصر مجرم الحرب، ويجب أن أقول لا قدر الله، فسيؤذنون على كل مآذن الشام أنهم يشهدون أن لا إله إلا بشار، وسيدعمهم في هذه الشهادة وفي هذا الأذان شريك الجريمة المقاوم الممانع في لبنان وفي العراق وفي قم. أيها المسلمون في سوريا، لا تقولوا لي أنك تبالغ وتتوهم وتضخم، لقد أعلنها حسن نصر الله صريحة واضحة مدوية مجلجلة على رؤوس العالمين، إن حربهم في سوريا حرب وجودية، فإما وجودهم وإما وجودكم. ولن يقبل حسن نصر الله ولا بشار الأسد ولا خامنئي ولا بوتين ولا صناع السياسة الأمريكيون أن يكون على أرض الشام وجودان. أما جريدة الحياة فقد كتب عبد الوهاب بدر خان مقالا بعنوان تلغيم جنيف 2 بأولوية ضرب الإرهاب على الحل السياسي، قال فيه للمرة الأولى قد تعول الأمم المتحدة على علماء في الكيمياء في إدارة مؤتمر جنيف 2 أكثر من اعتمادها على خبراء السياسة والدبلوماسية. لماذا؟ لأن المطلوب وفق التسريبات والمعلومات المتداولة تركيبة عجائبية سحرية غير مسبوقة يستطيع كل طرف القول بأنها حققت أهدافه. أن يبقى بشار الأسد ونظامه برضا المعارضة والقوى الدولية لكي يحارب الإرهابيين الذين تنبأ بوجودهم قبل أن يظهروا في حراك الشعب السوري، وأن تحصل المعارضة على صيغة من شأنها تقليص صلاحيات الأسد في طريقه إلى الرحيل وتغيير صيغة النظام باتجاه تمثيل أوفى للمكونات الطائفية للمجتمع. كبيرا الكيماويين هما سيرجي لافروف وجون كيري، والأول أكثر صراحة إذ يلزم مختبره مازجا الحواوض بالسموم والوقائع بالفرضيات والتمنيات ليخرج بوصفات لا يمكن تذويبها في الواقع. الأولوية لضرب الإرهاب ولتوحيد النظام والمعارضة في المعركة ضده. أما الآخر كيري
فيستخدم عبر سفيره روبرت فورد أسلوب الصدمات الكهربائية المتوالية لترويض شروط المعارضة. فليس عليها أن تقبل فكرة بقاء الأسد فحسب، بل أن يستمر الجيش وأجهزة الأمن تحت إمرة ضباط من الطائفة العلوية منعاً لانهيار الجيش وحماية للطائفة. حسناً، لكن أين جنيف واحد من كل ذلك؟ وكيف يعقد جنيف اثنين على أساسه كما يقال، بل كما تقول الدعوة الموجهة من بان كيمون؟ وهكذا تبلورت الاستراتيجية الأسدية الإيرانية. فإذا كانت الدول الكبرى لا تبالي بقضية الشعب السوري ولا تخشى سوى الإرهاب، فالأفضل تموضع نظام عسكري بدعم إيراني كطرف وحيد قادر على ضربه. كيف؟ بمفاقمة الحال الإرهابية في مناطق المعارضة واستدعاء المزيد من الإرهابيين، ولو بتدبير فرارهم من سجون سورية وعراقية. واقعياً، عملت الولايات المتحدة بموجب التفاهمات مع روسيا على أن يتزامن الوصول إلى موعد جنيف 2 مع تلاشي القوة العسكرية للمعارضة، ليسهل عندئذ تنفيذ فكرة توحيد قوى النظام والمعارضة ضد الإرهاب. صحيح أن الإدارة الأمريكية الروسية هي التي ستسير المؤتمر، إلا أن فكرة توحيد القوى هذه تعاني أولاً من عدم وجود نية لوقف إطلاق النار قبل المؤتمر، وثانياً من عدم إسنادها بمشروع يوضح أفق الحل السياسي المنشود. ثم إنها تبدو تبسيطية ومنفصلة عن الواقع القتالي وقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة واستمرار النظام في تعزيز موقفه الميداني. وبالانتقال إلى صحيفة ياني شفق التي نشرت تقريراً عن تهريب إيران النفط العراقي إلى النظام السوري، جاء فيه: تفيد مصادر مطلعة في الشأن السوري أن النظام يتلقى النفط من عدة مصادر، أهمها إيران والعراق وحزب البي واي دي الكردي، وذلك بعد أن فقد السيطرة على معظم حقول النفط السورية. غير أن اللافت هو أن النظام السوري تلقى خلال الأشهر الماضية واردات كبيرة من النفط الخام العراقي أتت من ميناء سيدي كرير المصري لتصل إلى موانئ سورية ولبنانية في عمليات تهريب سرية تؤمن لطائرات النظام وقواته كميات الوقود اللازمة لكي يستمر في حربه الشاملة ضد غالبية الشعب السوري، وبالأخص تؤمن الوقود اللازمة لطائراته التي تقصف أحياء مدينة حلب وسواها بالبراميل المتفجرة منذ أكثر من 10 أيام. وتلعب إيران دوراً محورياً في عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري، حيث تقوم بتهريب ملايين براميل النفط الخام إلى نظام بشار الأسد مستخدمة 4 ناقلات على الأقل، هي كاميليا وديزي ولانتانا وكلوف، التي تشحن النفط من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية مثل شركة تراي أوشن للطاقة ومقرها القاهرة. وتجني الشركات النفطية أرباحاً طائلة من عمليات التهريب، لذلك تصر على إنكار توريدها للنفط للنظام، وتمكنت من توريد ما يصل إلى 17 مليون برميل من الخام بين شباط وتشرين الأول، نصفها تقريباً جاء من إيران مباشرة والباقي من ميناء سيدي كرير في مصر، حيث أن نصف النفط الوارد من مصر هو نفط عراقي. أما دور حزب الديمقراطي الكردي PYD في سوريا فيظهر من خلال الدعم الكبير الذي يؤمنه للنظام السوري، وخاصة في مجال النفط والسيطرة على حقول النفط في الشمال الشرقي من سوريا، وأيضا في قمع البيئة الثائرة ضد النظام السوري. وقد قام في نهاية أيلول الماضي وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري سليمان العباس بزيارة إلى محافظة الحسكة، وعقد اجتماعاً مع ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وعن ما يسمى الجيش الوطني الملثمين التابعين لمحمد فارس الزعيم العشائري التابع للنظام، وممثلاً عن القوى المسيحية المقربة من النظام أيضاً. وجرى الاتفاق بين الأطراف الأربعة على تقسيم ريع النفط على الجهات الأربعة في المنطقة، بحيث يحصل حزب الاتحاد الديمقراطي على نسبة 20% من ريع النفط في المنطقة، والقوى المسيحية على 10%، والجيش الوطني على 10%، فيما يحصل النظام على 60% من نفط المنطقة.
واتفقت الأطراف الأربعة على أن يتم تصدير النفط عبر الخط الممتد من حقل الرميلان إلى داخل الأراضي العراقية. وهناك عقود حماية للحقول النفطية في بداية الثورة السورية موقعة بين حزب الاتحاد الديمقراطي ووزارة النفط السورية، حيث كان PYD حينها ممثلاً باسم وحدات الحماية الشعبية، وحسب وثائق سربها ناشطون سوريون، فإن وثيقة موقعة بين النظام والPYD تقضي بأن يؤمن الأخير حماية للمنشآت النفطية مقابل مبلغ قدره 50 مليون ليرة سورية حينها بحسب الوثائق. أما وكالة أنباء أكل إيطالية فقد نشرت تقريراً عن أجواء أعياد الميلاد ودعوة البابا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين. جاء فيه: دعا البابا فرانسيس في رسالته إلى المدينة والعالم بمناسبة عيد الميلاد يوم الأربعاء 25 من كانون الأول، دعا كافة الأطراف المتناحرة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين من ضحايا الحرب في سوريا. وقال البابا بشرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان: إن النزاع في سوريا حطم حياة كثيرين في الآونة الأخيرة وحرك مشاعر الحقد والانتقام. سنواصل تضرعنا للرب ليحفظ الشعب السوري الحبيب من أي معاناة جديدة، وأن يضع أطراف النزاع حداً لأي عنف، ويضمننا وصول المساعدات الإنسانية. وفي هذا العام غابت الأجواء الاحتفالية عن مسيحي سوريا بوجه الخصوص، حيث تحول موسم الأعياد من وقت فرح واحتفال إلى مناسبة لتذكر الأهل والأصدقاء الذين قتلوا خلال الصراع بين قوات النظام وقوات المعارضة. وخصص المكان الذي كان يوضع فيه نموذج لمشهد ميلاد المسيح داخل كنيسة الصليب المقدس في دمشق خصص إلى محراب للصلاة على أرواح القتلى. ونقل مراسل وكالة رويترز أن المكان زين بصور الضحايا بدلا من مشهد الميلاد، تعبيراً عن الحزن بسبب المحنة التي تمر بها سوريا. مشاهدينا الكرام، نشرت جريدة عين المدينة مقالاً تحت عنوان الحرب الباردة تخيم على بازار جنيف 2، قالت فيه: يؤكد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي أن الانتصارات الوهمية على الأرض والتي يحاول بشار الأسد تسجيلها لفرض شروطه على المعارضة في مؤتمر جنيف 2 لن تقدم أو تؤخر، ولن تغطي المكاسب الواسعة التي حصلت عليها المعارضات العسكرية بعد سيطرتها على أكثر من 65% من مساحة سوريا. وتضيف المجلة: ويشكل شبح الحرب الباردة بين الروس والأمريكان نقطة تأثير تشاؤمية بالنسبة للجناحين السياسي والعسكري في المعارضة السورية، إذ يرفض غالبية أعضاء الكونغرس أن يسجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذين يصفونه ببريجنيف الجديد نصراً سياسياً واضحاً على أمريكا في سوريا. ويستمر الروس الذين تكلفوا بنقل الكيماوي إلى ميناء اللاذقية بعرقلة أي جهود تدين نظام الأسد أو تضعف من سيطرة قواته على المدن الكبرى ولا سيما العاصمة ومدن الساحل والتي تؤازرها ميليشيات طائفية استقدمها من جنوب العراق وإيران، بالإضافة إلى مقاتلين من حزب الله. وعلى الصعيد الإعلامي فإن الروس يعلنون عجزهم عن الضغط على نظام الأسد للتخلي عن السلطة. من جانبهم لا يرى الفرنسيون ممارسات سياسية لروسيا في الشأن السوري، بل هي مجرد فرصة لإثبات قوتها في المنطقة من جديد. أما بريطانيا فإنها غائصة في مخاوف التطرف في سوريا، ويأتي تحذير وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في هذا السياق عندما قال إن سوريا قد تتفكك كلياً في حال لم يتم التوصل إلى تسوية في العام 2014، إلا أنه متمسك بأن لا مكان للأسد في سوريا المستقبل. أما موقع كلنا شركاء فقد نشر مقالا تحت عنوان رسالة الطفل سليم من حلب إلى سامي في ألمانيا بقلم جمال قارصي، قال فيه: أخي سامي، أكتب إليك الآن من حلب، وهل تعلم أين تقع حلب؟ حلب تقع في سوريا التي هي ليست بعيدة من المكان الذي ولد فيه أبونا إبراهيم الخليل ورسلنا موسى وعيسى ومحمد، ولهذا يسمونها مهد الحضارات والديانات. ولكن للأسف يا سامي، ومنذ أشهر طويلة
ونحن نعيش تحت القصف والحصار، ولا نستطيع أن نغادر بيوتنا إلا والخوف يرافقنا من خطر القنص والتشبيح والاعتقال. وبسبب هذا حتى أقاربنا وأصدقاؤنا لا يأتون لزيارتنا هنا. هل تعلم يا سامي؟ في الأشهر الأخيرة أصبح الجوع عندنا في كل مكان. الحوانيت في مدينتنا فارغة من كل أنواع البضائع، لا الخبز، لا الجبنة، لا السكاكر، ولا الحلويات، وكذلك الشوكولاتة لم أرها منذ أشهر طويلة، والبرد عندنا الآن قارس جدا. فلذلك حتى وأنا في البيت ألبس أكثر ملابسي، لأنه لا يوجد لدينا شيء نتدفأ عليه، ومن شدة البرد فأنا أبرد حتى في الفراش. الكهرباء مقطوعة لدينا منذ أسابيع طويلة، وليلنا مظلم دائما، والماء التي نشربها غير نقية، وفي كثير من الأحيان تكون مقطوعة. آه يا سامي، منذ شهرين وأنا حزين جدا على موت صديقي علي، وهو أعز صديق عندي. وهل تعلم لماذا مات؟ مات لأنه لم يستطع الحصول على الدواء اللازم، لأن أكثر الأدوية عندنا مفقودة، وبسبب فقدانها يموت كثير من المرضى وخاصة الأطفال منهم. عزيزي سامي، لقد سمعت أن بابا نويل يجلب الهدايا الجميلة لكل أطفال العالم في يوم عيد الميلاد، لماذا لا يأتي بابا نويل لزيارة أطفال سوريا؟ ربما لا يعرف أين تقع سوريا. كم تمنيت يوزارنا مرة واحدة وجلب لنا الألعاب الجميلة ليدخل السرور إلى قلوبنا، لكن عوضا عن ذلك جلب لنا ما يسمونه بالنظام، الموت والدمار والصواريخ والقنابل. أخي سامي، إن أطفال سوريا مثل أطفال العالم في كل مكان، فهم يحبون الضحك واللعب والمدرسة. هل هذا هو ذنبنا بأننا ولدنا في سوريا؟ أنت ذو حظ سعيد يا سامي لأنك ولدت في ألمانيا. أرجوك أن تساعدني يا سامي، أصرخ معي يا سامي وبأعلى صوتك، أصرخ معي، عسى أن يرد عليك أحد، لأن صراخنا وبكاءنا واستنجادنا نحن أطفال سوريا لا يسمعه أحد. أخوك سامي. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم، نلتقي في حديث صحافة جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.